يلا بسرعة، بلشوا حفر طالعوا قبل ما يموت. بسرعة بدنا إياه عايش. يلا 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 أسرعوا. تفضل تعالي بنتي. إجانا بلاغ حضرة المدير. بلاغ شو؟ ابن جلال دومان قالوا انخطف. بس كيف صار هيك؟ خطفوه لما كانوا أهله عم يتسوقوا. طيب ابعتي حدا لعندهم فورا من الموجودين. تحت أمرك. تمام 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 يا شباب، ارفعوا لهون. قدرات قدرات، يلا قوم يلا. خلدون اعطيني هالمطرقة من هنيك. لازم ما خليك تموت هلا. اطلع. مستحيل. وين اختفى الواطي؟ موبايله. اسمعوا وين عم يرن هذا الموبايل. يلا تحركوا بسرعة ولاقولي الموبايل. بابا لقيته. قدرات جلال، عم اتصل من العالم التاني، موجود بنص جهنم. مليت وقلت لحالي بسمع صوتك. اللي يا ترى مرق 40 يوم على موتي يا جلال؟ ها؟ لأنه الوقت هون بيمرق بسرعة كبيرة. والموبايل بيلقط إشارة منيحة. بكفي حكي فاضي، اللي وينه مصطفى؟ انت لوين اخدته؟ بنتي قليلي، لتكونوا انتو خطفتوا مصطفى ابنه لجلال. يمكن نحن عملنا هيك شغلة. قدرة تجنني؟ لا تلعب معي. ها صوتك لا تعلي بيع الكباب. اسمع وركز، هو بخير، ما عليه مشكلة، لا تخاف، هو عند عمه وكتير مبسوط. قلي وخلصني، شو بدك؟ بكير، لسه معنا وقت لنحكي، رح نستنى شوي. وليش لحتى تستنى؟ يلا احكي لي انت شو بدك بسرعة. قلت لك من قبل انه رح اطلع من هداك القبر، وهي ليكني طلعت، وهلا عم اقول لك استنى. يعني بدك تستنى جلال؟ واذا قلت لك ابكي يعني بتبكي، واذا بقول لك اضحك لازم تضحك. اللي بحكيه واللي بطلبه منك واي شي بيخطر ببالي انت بتعمله فوراً.